صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا ام نصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي، عمل كليب واحد اتعرض مره وتشال. شال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه ده؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش يا شيء. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان.
القرضين الاولانيين انا مسددهم بالكامل مع الفوايد، اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل ايه؟ فيه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. واديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك اخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم؟ إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا، أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا. أيوة اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاة النبي، شوف النار طالعة ازاي، شوف النار كمان، شوف النار حلوين. أيوة بس 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 كويس أوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح. مش حلو قوي قوي. لا، مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد، مليانة كيوي. كيوي، مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تيجي صور يا فندم، تيجي صور بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم، في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. ايوه يا فندم. بطلع لك معزه صغيره، ها، تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. قطع البطه كده حتت حتت، بس حتت تكون كويسه، وتوديها للبشوات في البيت.
يلا نبدا وهو من هنا. مين دول يا ابو حسام؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا، ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزياره ممنوعه الحقيقه يعني. استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل بستني، انت مفيش حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. ازي يا شكري باشا؟ السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجنيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثة بالله العظيم هرجع من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبس. نعم؟ بوبس.
دي نظريه اقتصاديه جديده؟ دي نظريه بوبس لجدوله الديون المتعثره وتوفيق الاوضاع. دي نظريه امريكيه؟ لا دي مصريه 100%. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. متفائل بايه؟ احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لينا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك، غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي، دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال، عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم، اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ كل حاجه طلعت يا ثروت، بنت الحرام، خسرنا كل حاجه، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. يا طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. أول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمة؟ افتكرني أمه. طب بس 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 عطية أبو سريع. مين عطية أبو سريع؟ عطية أبو سريع بتاع الأدوات الصحية. أو ده بقى لينا عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع.